في حرب غير معلنة بتدور في الكواليس بين البنك المركزي وتجار العملة والمضاربين على الدولار في السوق السوداء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي ورجالته كل شوية بيفاجئوا عصابات الدولار بضربة جديدة، وبيحاولوا بكل الطرق الممكنة القضاء على السوق السوداء الغير رسمية للعملة، لكن تأثيرها على الاقتصاد سلبي جدا، وفكرة وجود سعرين للدولار مخلية كتير من المستثمرين الأجانب خايفين يدخلوا استثماراتهم وفلوسهم في مصر. وفي الأيام الأخيرة البنك المركزي شغال على مجموعة أفكار هتمثل ضربة قوية للمضاربين وتجار العملة. فترى المعركة بين المركزي وعصابات الدولار هتوصل لفين؟ وهل ممكن القضاء بشكل نهائي على أي تعامل بالدولار بعيدا عن البنوك وشركات الصرافة المعتمدة؟ وليه تجار العملة كسبوا معركة تحويلات المصريين في الخارج؟ بانكير نبضوا البنوك. أصعب حرب ممكن تخوضها لما تكون مع عدو مجهول وجبان، عدو بيستخدم كل الأساليب والألعاب الملتوية عشان يدمر اقتصاد البلد ويقضي على أي جهود بتبذلها الدولة للنهوض بالاقتصاد وعبور مرحلة من أصعب المراحل في تاريخ مصر. وده بالظبط اللي بيواجهه البنك المركزي وبيحاول يتغلب عليه، والعدو هنا ناس جوه مصر بياكلوا من خيرها وبيطعنوها في ظهرها، وناس بره مصر بيخوضوا معركة حياة أو موت عشان يحرموا البلد من أهم مورد دولاري. احنا هنا بنتكلم عن نوعين من المضاربين، النوع الاول اللي بيشتغلوا في السوق السوداء في الداخل، ودول بيلجأوا لطرق ملتوية وحيل تخليهم بعيد عن عيون الجهات الرقابية، وطبعا وسائل التواصل الحديثة والتطبيقات الجديدة بتساعدهم يعملوا شغلهم غير الشرعي، وهم ضامنين انهم هيفلتوا من اي عقاب، ودول حاليا الاجهزة الامنية بتتعامل معاهم وحققت نجاح ملحوظ في مواجهتهم وتم القبض على كتير من تجار العملة بالفعل. النوع التاني بقى دول اللي شغالين على تحويلات المصريين في الخارج، ودول بيتفقوا مع اي حد شغال بره على انهم يشتروا منه الدولار باعلى سعر، حتى اعلى من سعر السوق السوداء نفسها، وبيستلموا الدولارات بره ويدوا اهل اللي شغال الفلوس هنا بالمصري. والنوع ده اصعب من النوع الاول بكتير، لانه مش هنعرف نراقبه ومش هنعرف ناخد الفلوس دي او نعرف ازاي بياخدوها وبيودوها فين. بس المعلومات اللي عندنا في بنكير ان البنك المركزي وجهات الرقابه هتتحرك بقوه خلال الفتره اللي جايه للتصدي لنشاط عصابات الدولار، وهيكون في تتبع وملاحقه لاي شخص بيتعامل في الموضوع ده، وهيتم تطبيق اقصى العقوبات. كمان البنك المركزي هيقدم مبادرات لجذب تحويلات المصريين في الخارج، ده غير الاجراءات اللي بتاخدها الحكومه للقضاء على السوق السوداء وتوحيد سعر الصرف، وده لو حصل مش هيكون في اي ميزه لبيع الدولار في السوق الموازي. كمان الدولة شغالة على مشروع مبادلة العملات بشكل كويس جدا، وعملت اتفاق مع الإمارات بالفعل، وخلال أيام هتعمل اتفاق مع الصين ومع تركيا، وكل ده هيقلل الضغط على الدولار وهيقلل الفجوة بين سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء وسعرها في البنوك. كانت معاكم سارة مجدي من بنكير. بنكير نبض البنوك.